لا خير في من أحب دياره أقام ليبكي فوق ربع مهدم. وقد طويت تلك الليالي بأهلها، فمن جهل الأيام فليتعلمي. وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلمي؟ ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويزمم. ومن يتقلب في النعيم شق به، إذا كان من أخاه غير منعم. المؤامرة بتكتمل على أراضي عربية، كردستان والاستفتاء، والنتيجة 92% يصوتون للانفصال عن العراق. الخطة بتسير كما رسمت منذ أمد بعيد. الخطة بتسير وفق ما رسمته أجهزة الاستخبارات لتفتيت المنطقة. العراق نموذجا للاحتلال، العراق نموذجا لتفتيت الجيوش، العراق نموذجا لدستور انفصالي، دستور عنصري، دستور طائفي. العراق الآن بتقتطع أو بيخطط لاقتطاع زراع وجزء كبير من هذا الوطن العربي المتألم. نتيجة الاستفتاء 92% أيدوا الانفصال عن العراق، وأعلن مسؤولون في اللجنة في مؤتمر صحفي في عاصمة الإقليم أربيل أن نسبة 92.7 من مجموع المشاركين في الاستفتاء اللي هو 3,305,925 صوتوا بنعم. وأعلنت اللجنة أن نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت كانت 72.1%. وترفض حكومة العراق الاستفتاء من حيث المبدأ ونتيجة الاستفتاء بالتبعية. وبدأت الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات على الأرض لمحاولة تطويق الأزمة والسيطرة عليها وعدم السماح بانفصال إقليم كردستان العراقي. البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة وطالب العبادي أنه يحافظ أو يعيد كركوك مرة أخرى من الأكراد. طالب البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر عبادي بإرسال قوات إلى منطقة كركوك النفطية التي يهيمن عليها الأكراد والسيطرة على حقول النفط هناك. كركوك عراقية كما أن أربيل عراقية كما أن السليمانية عراقية، لكن الأكراد في هذه المنطقة استغلالا للظروف الصعبة في فترة حرب العراق مع داعش تم دخول قوات البشمرجة لمساندة الجيش العراقي في منطقة كركوك، ثم تم الإبقاء على هذه القوات، ثم تم السيطرة عليها وتعيين محافظ كردي في إقليم كركوك. محافظة كركوك من يسيطر عليها كما قال وزير خارجية العراقي الأسبق طارق عزيز، من بيده كركوك بيده دولة. وعندما ذهب مسعود البرزاني لمقابلة صدام حسين في أعقاب الحرب الطائفية أو الحرب الأهلية داخل إقليم كردستان ومحاولة قمعها ومحاولة القضاء عليها من الحكومة المركزية العراقية في منطقة حلبجة، ذهب مسعود البرزاني بعد هذه الأحداث الدامية لمقابلة صدام حسين، وجلس معه صدام وقال له مسعود برزاني: جئتك سابح في بحر أو في نهر من الدم من أجل وصول إلى حل هادئ في هذه المنطقة. كان كل طموحات البرزاني هو شبه حكم ذاتي وليس حكم ذاتي وليس كونفدرالية، الآن بيتكلم عن دولة مستقلة. خرج مسعود البرزاني من مكتب الرئيس صدام حسين يجلس مع طارق عزيز وزير خارجية. مسعود البرزاني قال لطارق عزيز: كركوك، احنا بنتكلم عن كركوك. رد طارق عزيز قال له: هي من حقكم؟ قال له: نعم. قال له: ليس لكم حق في كركوك إلا حق واحد، هو أن تبكوا عليها. حقك في كركوك كأكراد أن كنتوا تعيطوا عليها، لكن كركوك يا سيدي، من يملك كركوك يملك دولة، من بيده كركوك بيده دولة. كركوك الغنية بالنفط. البرلمان العراقي بينتفض، بيطالب الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء رئيس الحكومة العراقية بسرعة
إرسال قوات لاستعادة هذه المحافظة التي سيطر عليها الأكراد خلال الفترة الماضية. من جانبه قام الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بدعوة الأكراد إلى إلغاء نتيجة هذا الاستفتاء جملة وتفصيلا. وجدد العبادي في كلمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء إنذاره لمسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراقي المنتهي ولايته بالمناسبة بتسليم السيطرة على مطارين دوليين إلى بغداد اللي هو مطار السليمانية ومطار أربيل بحلول يوم الجمعة، وإلا سيفرض العراق حظرا على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية. دخلت العراق على سلسلة أو حزمة إجراءات على أرض الواقع لتأديب المتمردين الأكراد. الآن أستطيع أن أسمي الأكراد متمردين أكراد. تمرد الأكراد على الدولة الأم، تمرد الأكراد على الدستور العراقي، تمرد الأكراد على هذا العهد والوعد التاريخي بالحفاظ على وحدة العراق. الآن أستطيع أن أسمي الأكراد المتمردين، أستطيع أن أسمي الأكراد نظام متمرد، أستطيع أيضا أن أقول بأنه هناك بركان من الأزمات وبركان من المشاكل بدأ يثور وبدأ ينفجر لتصل شظاياه إلى المنطقة بأسرها. النهاردة تركيا ضد هذا الانفصال، ضد هذا الاستفتاء، وإيران ضد هذا الاستفتاء وضد هذا الانفصال، والدول العربية ضد هذا الاستفتاء وضد هذا الانفصال. فبالتالي بتصبح منطقة كردستان أو إقليم كردستان إقليما حبيسا ملوش أي منفذ، لا بحري ولا بري، بعد تهديد السلطات العراقية بإيقاف المطارين وضمهم للدولة العراقية أو لسيطرة الحكومة الاتحادية. إذن هناك حالة اختناق منتظرة لإقليم كردستان العراق. هذا الإقليم ينظر إليه على أنه بؤر التوتر قادمة. من يراقب المشهد السياسي من بعيد سوف يرى أن إقليم كردستان والخطوة التي قام بها مسعود البرزاني بالاستفتاء من جانب واحد بجانب أحادي خارقا للدستور العراقي وخارقا للعهود والمواثيق الدولية بهذا الشكل، إنما هي بداية صراع، ليس صراعا بين القومية العربية والكردية، وإنما صراعا بين القوميات المتعددة وأعراق المتعددة، التركمان والعرب والأتراك والفرس. سوف تتحول أنظار الجميع إلى هذه المنطقة، سوف تتحول أنظارنا إلى هذه المنطقة، منطقة بها بركان سياسي ثار ثم انفجر اليوم. انفجار هذا البركان كان سببه الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ذلك؟ عندما ذهبت لاحتلال العراق بحجة أنها تمتلك أسلحة دمار شامل على غير الحقيقة. تتذكرون وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عندما قال بأن هناك أسلحة دمار شامل، تتذكرون محمد البردعي حينما قال بأن العراق بها أسلحة دمار شامل. قامت القوات الأمريكية باحتلال العراق، إسقاط صدام، إعدام صدام، حل الجيش العراقي، تقسيم العراق على أساس طائفي من خلال دستور عنصري، ثم الآن بيبدأ المخطط في تنفيذ بنوده بندا بندا، والبند الأخير النهاردة انقسام أو تقسيم أو انفصال إقليم كردستان. أتمنى أن تكون الصورة واضحة بعيدا عن التفاصيل. يعني أنا يعني في حالة اندهاش شديد عندما حضرت إلى غرفة الإعداد وجدت زميلي يسأل زميل آخر نسبة التصويت كام، وكأننا ذهبنا إلى منطقة نائية عن جغرافية الفكرة الأساسية، ذهبنا بعيدا بالتفاصيل عن الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية أننا نرفض من حيث المبدأ فكرة الاستفتاء، ونرفض من حيث المبدأ والمنتهى تقسيم العراق. إذا تم استدراج الجميع إلى منطقة فيها تفاصيل كثيرة، نسبة التفاصيل، نسبة الإقبال، نسبة التصويت، نتيجة الاستفتاء، زي ما أحد الأساتذة الكبار اليوم كنت أتحدث معه وكان بيتحدث معي على أن هناك تزويرا في العملية، أقول بحق هناك تزوير يصل إلى أكثر من مليون صوت، من 2 مليون،
إلا أنه الموضوع من أساسه وبرمته مرفوض رفضا قاطعا. بنرفض تماما هذا الابتزاز الكردي وهذا الغطاء والصمت الأوروبي، لأنه حالة نفاق واضحة غربية أمريكية تجاه ما يجري، وحالة حفاوة إسرائيلية واضحة بما يجري الآن على في إقليم كردستان. لكن سؤالي، الجماعة العربية رفضت بشدة استفتاء كردستان، والجماعة العربية بترفض تقسيم العراق، لكن ماذا فعلت الجامعة العربية، أو بمعنى أدق ماذا سوف تفعل جامعة الدول العربية تجاه الدول المارقة؟ أين هو القرار المفترض أن يكون هناك حصار واضح اقتصادي وطيران وحصار سياسي وحصار من الطاقة وحصار من النقل لهذا الإقليم المتمرد الذي أراد أن يخرج من تحت عباءة الحكومة الاتحادية العراقية، وتصدر جامعة الدول العربية توصية بهذا إلى كل الدول أن تلتزم؟ الدولة العربية الوحيدة التي وقفت بجانب هذا الانفصال هي قطر، لأنه إسرائيل أعلنت بشكل واضح أنها مع قيام دولة كردية، إسرائيل أعلنت بوضوح أنها مع دعم الدولة الكردية الوليدة. قطر هي الدولة الوحيدة التي أعلنت اليوم بأن الطيران القطري سيكون مستمر مع المطارات الدولية الموجودة في أربيل وفي السليمانية في كردستان. مصر أعلنت أنها ضد الاستفتاء، ضد الانفصال، ومن ثم قامت شركة مصر للطيران اليوم بإلغاء كافة رحلاتها وتعليق كافة رحلاتها الجوية من مطارات مصر سواء القاهرة أو برج العرب إلى السليمانية وأربيل بشكل قاطع، تمشيا مع التوجه الاستراتيجي السياسي المصري. من ناحية أخرى، قامت طيران الشرق الأوسط بإيقاف رحلاته إلى مطار أربيل الدولي في شمال كردستان من يوم الجمعة حتى إشعار آخر. ده طيران الشرق الأوسط والخاص بالجمهورية اللبنانية ومصر الطيران بجمهورية مصر العربية. وأعلن منذ قليل على وكالة أنباء الأناضول التركية أنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه إيقاف كافة الرحلات الجوية بين المطارات التركية وأربيل والسليمانية اللي هي كردستان، وقال أنه من حق الدول، دي لقطة جانبية، من حق الدول الإقليمية اللي هي إيران وتركيا والعراق، الحكومة المركزية في العراق، إن هي تبدأ في تفعيل إجراءات عقابية ضد الأكراد. ده مين اللي قال؟ أردوغان النهارده. وأردوغان قال من كم أسبوع إنه ليس من حق الدول العربية إن هي تقاطع قطر المارقة والتي تلطخت أيديها بدماء الإرهاب. يعني المواقف السياسية، يعني الشيخ اللي هو إمام الفتنة يوسف القرضاوي أعلن غير مرة أكثر من مرة، ورجعوا شوفوا، إنه الحصار والمقاطعة حرام شرعا. هو طبعا مش فاهم حاجة. النهاردة المقاطعة والحصار لكردستان حلال شرعا، حسب مين ما يقول، حسب السلطان العثماني ما يقول. تصادف ان السلطان العثماني النهاردة ضد ما يجري في كردستان ليس للحفاظ على الدولة العراقية، حتى الناس تفهم موقف تركيا المناهض لما يجري في كردستان، لانه الجزء الاكبر من الدولة الكردية المنتظرة الوليدة والقومية الكردية اكتر من 56% من الاكراد متواجدين في الاراضي التركية اتراك. فبالتالي إذا نجح كردستان العراق في إقامة دولة، فبالتالي سوف ينمو الشعور الوطني والقومي لدى الأكراد في تركيا، ويطالبوا بحكما ذاتيا مثل ما طالب تمرداش اللي هو رئيس حزب الشعوب الديمقراطية، وتم الحكم عليه بسجن وتم توقيفه، وتتحول تركيا إلى دولة متفسخة عرقيا وقوميا. بيخشى أردوغان على تفسخ الدولة التركية، لذلك بيقف من بعيد يرفض استقلال إقليم كردستان العراق، ليس حبا في العراق.
طيب ماذا سوف يحدث خلال الأيام القليلة القادمة؟ إقليم كردستان على لسان مسعود البرزاني مصر إنه دي إرادة شعب، لكنه ما هناك إرادة دولة وهناك إرادة وطن اللي هو العراق. العراق من حق العراق أن يفعل دستوره، من حق العراق أن يلجأ إلى القانون الدولي، لكن العراق الإجراءات التي اتخذتها اليوم الحكومة العراقية إجراءات كفيلة بخنق الإقليم الكردي. في يعني في نفس التوقيت ما يجري في سوريا من تجهيزات لشمال شرق سوريا لإقامة حكم ذاتي ربما بيجعل الشعور القومي في هذه المنطقة ينمو أيضا. إذا أنت على بعد أمطار قليلة من كوارث ومن براكين جديدة، بركان بينفجر وبيثور في كردستان العراق شمال العراق، وبركان جديد بتوابع مزلزلة في كركوك، وبركان على بعد مرمى البصر في شمال شرق سوريا، وبركان أكبر مهدد المنطقة بالذوبان في جنوب شرقي تركيا وفي ديار بكر العاصمة التاريخية للأكراد في تركيا، ثم أيضا في المنطقة الشرقية من إيران هناك أيضا قومية كردية. إذا أنت دخلت على خط النار بين تركيا وإيران والعرب من أجل أحلام مسعود البرزاني ومن أجل تحقيق أحلام غالبيتها ربما تكون أحلام مالية أو مادية مرتبطة بالنفط. بالأمس كان هناك قرار وصف بأنه قرار تاريخي، قرار للتاريخ. سوف يظل الإعلام والمراقبون في حالة تحليل أسباب وتحليل نتائج. لماذا أقدم الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الخطوة التاريخية؟ إذن ما هي الخطوة التاريخية التي أقدم عليها الملك وولي عهده الشيخ محمد بن سلمان؟ هو السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أمر من الملك للشعب والتاريخ، زي ما قالت صحيفة اليوم السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة. صحيفة الشرق قالت الملك سلمان بينتصر لقيادة المرأة السعودية، تاريخية للمرأة السعودية، وصورة زي ما انتم شايفين على أنقاض النقاب بتتحرك المرأة السعودية بتقود السيارة. الملك ينتصر لقيادة المرأة، أمير منطقة عسير قرار قيادة المرأة يعزز ثقة في المرأة السعودية، والأمير خالد بن سلمان السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وده ليه مردود اقتصادي سوف نتحدث عنه فيما بعد. صحيفة المدينة السعودية قالت استند على رأي أغلبية كبار العلماء بالإباحة، قرار للتاريخ، الملك سلمان يأمر بقيادة المرأة للسيارة. لجنة من الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية تبدأ الترتيبات وفقا للضوابط الشرعية والنظامية. الدوحة حارسة القيم الشرعية، الدولة حارسة القيم الشرعية وفي قائمة أولوياتها ولن تتوانى في الحفاظ عن أمن المجتمع وسلامته. في صحيفة عكاظ في عهد سلمان المرأة تقود السيارة، المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية بدأت في التجهيز لاستخراج رخص قيادة للمرأة السعودية. الملك سلمان زي ما قالت صحيفة الشرق الأوسط يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة، خادم الحرمين وجه في قرار تاريخي بإصدار الرخص بدءا من يونيو القادم، والخارجية الأمريكية ترحب. تحية إلى القرار وتحية إلى متخذ القرار والتهاني والتباريك إلى المرأة السعودية. في سابقة تاريخية أيضا، الخير يأتي تباعا، السعودية تعين أول سيدة متحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
عينت وزارة الخارجية السعودية فاطمة سالم بعشن متحدثة باسم سفارة المملكة زي ما شايفينها في الصورة في واشنطن لتكون بذلك أول سيدة سعودية تتبوأ هذا المنصب. صحيفة سبق بأن أوضحت بأن السيدة بعشن تحمل درجة الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، تولت مناصب قيادية عدة أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية، وقد عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط سنة 14-17، وتشمل مجالات تركيزها سوق المال وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديا. وأعتقد أنه اتكلمت على تويتر، قالت السيدة فاطمة أول امرأة تتبوأ مقعد متحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت على تويتر لحظة محورية في التاريخ السعودي، لحظة محورية في زي ما انتم شايفين في التاريخ السعودي، منحت المرأة الحق في القيادة، أو اللحظة التاريخية منحت المرأة الحق في القيادة. بيحتفي السعوديون بهذا القرار، بتنتشي المرأة السعودية في هذا القرار، ربما المرأة العربية بتشعر بالفخر بأنه بدأت المملكة العربية السعودية في القفز أو تحقيق قفزات في مجالات كانت مسكوت عنها خلال العقود الماضية والقرون الماضية، لكن في عهد الملك سلمان ربما كان هناك رأي آخر. عندي في حدث ربما في زحمة الحديث عن القيادة، قيادة المرأة السعودية للسيارة، والحديث عن ما يجري في إقليم كردستان، والحديث الأبرز في مصر ووسائل الإعلام المصرية للأسف التي سقطت في فخ المطالب الشاذين، مطالب الشذوذ، مطالب المثليين. الإعلام والصحافة في مصر في كثير من الأحيان سقطت في فخ كان منصوب إن احنا نهتم بالمثليين وإن احنا نحاول نجيب مثليين ونسألهم وخلافه. أعتقد إن احنا كان عندنا اختبار كبير في هذا الإطار، وربما لم نكن موفقين في التعامل مع مسألة نقاش مفتوح وعلني حول هل المثلية الجنسية حق مشروع أو حق إنساني أو حق بيعكس نوع من التحضر الكاذب أو الزائف. ده كان سؤال المفترض ما كانش ده يبقى سؤال، والمفترض ده كان يبقى موضوع معروف أنه موجود، لكن لا يجب أن نصدر للعالم صورة سيئة عن الشباب المصري. تحدثنا عن فرق وحفلات بتعكس توجه معين ضد أخلاقيات المجتمع، وهذا كان يكفي أننا نستمر في التوعية الأخلاقية للأسرة، تخويف الأسرة من مغبة ترك أبنائها هكذا بلا أي رقابة من أي نوع. لكن أن نحول المسألة إلى مسألة بنخوض فيها بين من يؤيد الحرية المثلية وبين من يرفض وعلى الهواء مباشرة، أتصور أنها كانت سقطة إعلامية سوف ندرك بعد فترة من الزمن أننا أخطأنا في حق هذا الوطن. عندما نخرج بقضايا مسكوت عنها أو نخرج بقضايا لا تمثل ظواهر إلى العلن، فقطعا ستتحول هذه الأحداث الفردية أو الحوادث الفردية أو الحوادث المحدودة أو الحوادث والأحداث المعدودة إلى ظواهر عامة بتحدث. هكذا تحدث معي في يوم ما الفنان نور شريف حينما قال أخطأت أنا وأبناء جيلي من الفنانين، خاصة عاطف الطيب بيتحدث عن نفسه في حق كل الأجيال التالية حينما ظننا خطأ بتقديم هذا اللون من الفن الذي ربما بيعكس حالة موجودة في المجتمع لكننا عممناها. في كل الأحوال نحن أيضا بنخطئ حينما بنضخم الصورة، بنمسك بأيدينا ربما ميكروسكوب بيوضح ويعمق ويضخم من الأشياء، وهذا لا يمت لأولويات هذا الوطن بصلة. عندي في زحمة كل هذا بيتقدم أحد المحامين بخطاب موجه ضد مصر في الأمم المتحدة. أحد المحامين
اسمه جارد جنسير المقيم في واشنطن قدم خطابا إلى الأمم المتحدة بيطالبها بالتدخل ضد مصر. ليه؟ من أجل الإفراج عن نجلة يوسف القرضاوي من مصر. احنا مش دريانين مش حاسين، لكن المحامي عن علا القرضاوي 55 سنة وزوجها حسام خلف، وروحوا اعملوا سيرش على حسام خلف شوفوا بيقول ايه وبيعمل ايه. وكلاهما مقيم بالولايات المتحدة محتجزان في سجنين مختلفين في القاهرة في حبس انفرادي بعد اعتقال قوات الامن الوطني لهما من منزلهما الصيفي يوم 30 يونيو حزيران. علا القرضاوي مواطنة قطرية وهي ابنة رجل الدين البارز والزعيم الروحي للجماعة الإخوانية في قطر يوسف القرضاوي حسب الصحيفة. الخطاب بيقول انه عايزين افراج مباشر وسريع وعاجل عن الموكلين، لكن فكرة انه بيتم الذهاب الى الامم المتحدة فكرة يعني الاخوان بدأوا يتحركوا تجاه المؤسسات الدولية. الاخوان عارفين عندهم خبرة متأجرين دوليين بيقولهم يعملوا ايه. احنا بس بتكلم عشان ينتبهوا، عشان المحامين بتوعنا والناشطين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان كيف بيتحرك الاخوان وكيف يحاول الاخوان عرقلة مسيرة الدولة عن طريق شراء شركات العلاقات العامة وشراء محامين وشراء مسؤولين وشراء زم مسؤولين وتقديم اصوات زي ما اتكلمت امبارح في الانتخابات الامريكية. محمد القرضاوي شقيق علا قال لرويترز في جنيف ليس هناك وثائق من اي نوع، لا اوامر اعتقال ولا ادله، لا يتواصلان مع احد سوى لثلاث دقائق كل 15 يوم عند موعد تحديد الحبس تجديد الحبس الاحتياطي. واضاف تقول السلطات انها قضيه امن وطني بالنسبه للزوجين. يعني انا محمد القرضاوي ابن يوسف القرضاوي والكبير قوي فاكرين مصطفى النجار لما كان بيقول له كبير لعبد الرحمن يوسف القرضاوي في التسريب الصوتي اياه اللي انا بالمناسبه كنت ضده، لكن مصطفى النجار كان بيقول له لعبد الرحمن يوسف كنا عايزين نجيب البلد رئيس بس انا مش قابله. فاكرين الكلام، بذكركم بس انشط ذاكرتكم. هو ده يعني ابن يوسف القرضاوي اللي قال وعمل وهاجم وما زال وابوه بيحرض على الجيش وبيحرض على الدوله وبينافق مع اردوغان وبينافق مع تميم. امبارح كان معانا المعارض القطري اللي موجود في جنيف اللي من عائله تم تجريد 6000 من أبنائها من الجنسية القطرية. كان بيتكلم على أنه بقول له طب القرضاوي قال هم لا ينظرون إلى ما يجري في قطر لما ينظرون إلى ما يجري في الخارج. توج الجزيرة قال لي نفس الكلام. فبالتالي قطر هي بتمول الإرهاب وبتظن أن الإرهاب سيكون بعيدا عنها، لكن ها هي الدائرة بتدور. في ولد قاعد في تركيا من الولاد الإخوان اللي هم تابعين لتنظيم الإخوان بيتواصل معاه ولد إخواني في القاهرة في مصر، ف يعني العائلات عائلات إخواني. فالولد المصري تقريبا زهق من الإخوان وزهق من فكرة الانصياع للجماعة وفكرة إن هو يعني، فبيفضفض على تطبيق اسمه بصراحة على فيسبوك، فعملنا سكرين شوت منها اقراها لكم بس لانه دي بتبين حاجات كتير. الولد المصري بيقول الولد التركي بيقول له ايه، او اللي موجود في تركيا ما اعرفش هو تركي ولا مش هو موجود في تركيا، بيقول له انا اهلي اخوان بس انا ما بقتش مؤمن بفكره الجماعه وان الناس دي لازم يكون في تنظيم والجو ده. انا شفت خير منهم ومن حضرتك شخصيا، ليك فضل عليا كبير بعد ربنا، واهلي محسسني اني كفرت عشان بقيت بعيد عنهم، بس الحمد لله ما بعدتش عن ربنا، بس بغلط زي اي انسان عادي بعلم نفسي شويه فقه وشويه حديث. اهلي عايزيني ارجع اقعد في حكايه الاسره واخش في حواراتهم التعبانه من تاني، وكمال وعزت اللي هم قيادات الاخوان يعني، والجو الفكسان ده، وانا عاوز اموت وانا بدعي ربنا من غير جماعه ولا يحزنون. ارجوك رد عليا، ليه بيفهمونا ان قعدنا في الاسرة واننا في الاخوان ده هيشفع لنا يوم القيامة او هيكمل ديننا مثلا.
أنا ما بقتش مؤمن بفكرة التنظيم، بس عمري ما هشتم فيهم يعني والحاجات دي. ومعلش أخيرا، ليه الإخوان بيشوفوا أي حد مش إخوان مش معاهم بيبقى ضدهم؟ دي رسالة موجودة على التواصل الاجتماعي، واحد بيفكر مع واحد لكنه زهق، بيقول له يعني هو اللي مش معاهم يبقى ضدهم، هو اللي مش معاهم يبقى كافر، هو اللي مبقاش في الجماعة وفي الأسر بتاعتهم يبقى فيه العبر. أنا ما كفرتش لما بعدت عنهم، وأنا بصلي وأنا بعمل وبقرأ وكذا وكذا، لكن هو زهق واتخنق من زي ما بيقول الافتكاسات بتاعتهم والجو بتاعهم. دي إن عكست شيء فإنما بتعكس إنه في حالة ضيق من سلوكيات الجماعة، من الكثير من أبناء الجماعة. وأنا بقول إنه على القائمين على الأمر، معرفش مين برضو، دراسة هذه التوجهات السلوكية، مراقبة ومتابعة هذه الارتدادات، لأنه الولد اللي موجود اكتشف حقيقة الجماعة، وهو أعتقد إنه سنه صغير وغض ومش متلوث، لأنه اكتشف فجأة يعني إيه إنه أبقى كافر لو مش معاهم، يعني إيه أنا أبقى لو مش في الأسر بتاعتهم. أسر دي جمع أسرة، اللي هي أسرة مش عارف إيه، والسباحة، وأسرة الجامعات، وأسرة المولوتوف، أسر بقى. فبيقول إن أنا مش في أسرة ليه؟ فبالتالي يبدأوا يكفروني. أعتقد الموضوع محتاج شوية دراسة وتتبع لمثل هذه النماذج، لأنه الأولاد مش محتاجين إن إحنا نقول لهم، هم عرفوا لوحدهم إنه هذه الجماعة جماعة عنصرية. في شباب زيه كتير، محتاجين نحط إيدينا على طريق، مش هداية الشباب، إعادة الشباب إلى جادة الطريق. أنا مش برسم له طريق بديل، أنا بقول له لو سمحت من فضلك فكر. على فكرة أتحدى بشكل واضح وفي العلن، أي واحد إخواني هيشغل دماغه هيسيب الإخوان، أي واحد إخواني هيتدبر هيسيب الإخوان، أي واحد هيختلي بنفسه بعيدا عن صوت الجماعة وبعيدا عن صوت القائد أو الشيخ أو الزعيم أو الرئيس البعثة أو رئيس الوفد أو رئيس المجموعة أو زعيم الخلية، قطعا سوف يبتعد عن الجماعة. لا يوجد إعمال للعقل في جماعة الإخوان، لا يوجد تفكير منطقي في جماعة الإخوان. أنا تحدثت في يوم ما مع أحد قادة الإخوان، فسألته أنتوا في مجلس شورى الجماعة، في مجلس شورى الجماعة أخذتوا قرار عكس ما تم الإعلان عنه بترشيح أحدكم لرئاسة الجمهورية، في كلام ده في أيام خيرت شاطر، فأنتوا في حالة المرشد قال مفيش حد من الجماعة يترشح ولن ندعم أحد من التيار الإسلامي، وقال أسبابه إيه وصدقناه، بعد شوية الجماعة نقصت بعهدها ورشحت خيرت شاطر. سألته ليه؟ هل المرشد كذاب؟ هل المرشد مش فاهم وعايز يحكم البلد، مش فاهم سياسة، مش قادر يقول لك في مستجدات لمدة شهرين، ولا هي كان بيخادع؟ فقال لي لا هذا ولا ذاك، قال لي مجموعة مجلس الشورى درسوا الموقف، خدوا قرار، كنا احنا 400، بيقول كنا احنا 400 وشوية، مش عارف 300 وافقوا ولا 250 وافقوا و150 رفضوا او العكس، يعني نسبة كبيرة رفضت. قلت له كيف تدار الأمور؟ أقسم أنه قال هذا. قال لي إحنا في مجلس شورى الجماعة 3-4 بيكونوا عارفين الموضوع وبس، والباقي كله ما يعرفش. فيه واحد قائد، مش شرط اللي يكون معروف في الصورة، مش المرشد ده، بيكون ده المرشد ده صورة، واحد موجود في مجلس شورى الجماعة أو مكتب الإرشاد هو الذي يحرك 2 أو 3 أو 4 على الأكثر، وهم دول بيقتصر اتخاذ القرار عليهم، ثم يعلنوا الاخرين. الاخرين بيقول لك احنا بنبقى قاعدين في مجلس شورى الجماعه زي الطرابيش، مالناش راي، مالناش كلمه، بيتقال يقول لك الاخوه قالوا واحنا علينا السمع والطاعه. يبدا يخرج مجلس شورى الجماعه، يطلع فوق الاعلام يعلن ان مجلس شورى الجماعه قرر الدافع بمرسي مرشح ولا خيرت شاطر مرشح. بقيه القواعد الموجودين في الشوارع وبقيه الخرفان في كل مكان يقول لك نصر من الله وفتح مبين، ده جبريل نزل قال رشحه محمد مرسي. الموضوع كله مين؟ بيبقى قاعدين 3-4، بيجي له تليفون من تركيا، بيجي له تليفون من امريكا، بيجي له تليفون من الشيطان. في الاخر القواعد من الاخوان مش فاهمين، مش عارفين، مش متابعين. وكل اللي بقوله، كل اللي بقوله على الاخوان، هو بيقول لك معتز مطر، يقول لك
هو متغاظ من الاخوان ليه؟ ده انا قرفان من الاخوان. في فرق بين واحد متغاظ من واحد وفرق بين واحد بيكره واحد. انا لا اكره الاخوان، انا لم اتعود ان اكره احد، لكن انا في حاله اشمئزاز كما في القران. اشمئزاز لانه ناس بتلغي عقولها. ده اخي في القران بيقول لك افلا تتدبرون افلا تعقلون. يا اخي شغل دماغك يا اخي، تدبر يا اخي، اعقل. لكن هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يبصرون ولا يفقهون ولا يعلمون ولا يريدون ان يعلمون. هم دول الاخوان. هو كده انا كنت اتحدث مع واحد استاذ في كليه الطب وبقول له فلان كويس، قال لي اه تمام، وقعدنا نتناقش في قضيه من القضايا الاقتصاديه واقتنع برايي تماما. بعد يومين لقيته، ايه يا دكتور؟ قال لي لا ده الكلام بتاعك مش صح. قلت له اقنعني، قال لي مش عايز اناقشك. ليه؟ قال لي هتقنعني. قلت له طب ما انت ما بالمنطق. قال لي الاخوه قالوا غلط. قلت له يا دكتور ده انت استاذ في كليه الطب. قال لي الاخوه اكيد بيفهموا اكتر مني ومنك. قلت له طب انا ناقشتك بالمنطق وانت وافقتني. قال لي هو كلامك مقنع بس اكيد انت اتجاهك علماني، فانت بشاطر في المنطق وشاطر في انك انت. قلت له انا 1+1=2، كنا بنتكلم في قضيه اقتصاديه بحته، سعر صرف وخلافه ومش فاكر، واقتنع بكلامي ويعني كان سعيد جدا انه فهم الموضوع. لما راح سال قالوا له لا 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 الموضوع ده ما ينفعش، مش فاكر كان ايه القصه. رجع قال لي الاخوه بيقولوا يا دكتور طب ناقشني. قالوا لك ايه؟ قال لي لا ما شرحوليش زي ما انت شرحت، هم قالوا لي النتيجه النهائيه لا، يبقى لا. طب ايه الاسباب ايه؟ قال لي هم يحتفظوا بنفسهم. هكذا بتدار الجماعه، وهكذا سقطت الجماعه، وهكذا الان بتدير الجماعه نفسها. جماعه لا تعي ولا تفقه. انا احد القيادات اللي هم تابوا عن الجماعه موجود وحي يرزق. قال لي هذا الكلام. قال لي انا قاعد في تركيا واللي مات محمد مهدي عاكف اللي هو المرشد السابق، ونجم الدين اربكان اللي هو الاب الروحي لاردوغان، ثلاثه قاعدين. هذا الشخص مصري وموجود وعايش وبيطلع على الفضائيات لانه يعني تاب عن الاخوان. قال لي اول مره اسمع من اربكان لمحمد مهدي عاكف بيقول له متى تقابل الاخوان مع الحركه الصهيونيه العالميه؟ امتى الاخوان اتقابلوا مع الحركه الصهيونيه؟ لانه نجم الدين اربكان في تركيا على علاقه وطيده بالحركه الصهيونيه اللي هو الاب الروحي لاردوغان، على علاقه بالصهاينه تاريخيا. بيسال مهدي عاكف عن اخوان مصر امتى اتقابلوا مع القاده في الحركه الصهيونيه؟ قدام مين؟ قدام شخص مصري موجود وحي يرزق. قال لي انا في حاله ذهول مما سمعت ان هناك علاقه بين الاخوان وبين الصهيونيه العالميه عن طريق وصايه تركيه لاخوان تركيا اللي كان قائدهم نجم الدين اربكان. هذا الرجل وانا يعني احافظ على ما اصر لي، قال لي انا اشعر بذنب وبذنوب. ويا ابني قال لي كده لو اللي باقي من عمري قعدت استغفر فيه لن يكفي من اللي احنا عملناه. اللي باقي من عمري مش هيكفي استغفار لربنا لانه احنا عملنا كتير وضلينا الناس كتير وخلينا الناس تمشي ورانا، والناس احنا فعلا ضللنا الناس. الناس كرهت الدين بسببنا. الناس كرهت الدين نفسه بسببنا. في ناس تحولوا الى الالحاد بسببنا. في كل الحركات الاسلاميه سقطت بسببنا. ده اعترافات واحد اخواني ربما أعلن عن اسمه في لحظة ما، لكن هذه حقائق. الإخوان لا يفهمون ولا يعقلون ولا يفكرون ولا يتدبرون ولا يعرفون عن الله أي شيء، رغم أنف معتز مطر وكل إخواني موجود في تركيا. عندي صحيفة التلغراف البريطانية نشرت خبر خطير. قالت على لسان الكاتب الصحفي في هذه الصحيفة كون كوجلين، قال إن الحكومة البريطانية وهاجمها بشدة بسبب توقيعها لصفقة أسلحة مع قطر، وأكد إن الصفقة مع دولة متورطة في الإرهاب، وقال إنه قطر متورطة تحديدا في هجوم مانشستر.
اشار في مقاله الى الفيديو اللي حصل عليه جوزي انسور مصور الصحيفه اللي كشف لاول مره عن وجه الارهاب البريطاني محمد امزي الذي عرف بلقب الجهادي جون او سفاح داعش مع مقاتلي مجموعات الارهابيه داخل سوريا والتي يظهر فيها مقاتلون بريطانيون في تنظيم داعش بينهم ريموند ماتيميا ذو الصله بتفجيرات مانشستر وجنيد حسين المتخصص في القرصنه الالكترونيه وريان خان المسؤول عن التجنيد في التنظيم. يبقى صحيفه تليجراف البريطانيه والكاتب الصحفي كون كوجلين قالوا ان قطر متورطه في احداث مانشستر وقالوا ان قطر فيها بشكل موثق تمويل ودعم المطرفين الاسلاميين زي عبد الحكيم بالحج وهو الاسم المرتبط بمنفذ هجوم مانشستر كما كان والد العبيدي على علاقه بقطر منذ التسعينيات. بالنسبه لبريطانيا وكل ما تيجي سيره بريطانيا اذكركم بان بريطانيا هي من دعمت واسست وانشات جماعه الاخوان المسلمين. بريطانيا هي من اسست الحركه الصهيونيه العالميه. بريطانيا هي من اصدرت وعدا لليهود اسمه وعد بولفور بتقسيم اليهود واعطاء وطن قومي لهم. بريطانيا هي سبب المشاكل في المنطقه. بريطانيا هي سبب زرع اسرائيل في المنطقه. بريطانيا هي سبب زرع الاخوان المسلمين. حقنت بريطانيا حقنتين سامتين في جسد المنطقه. الحقنه الاولى هي اسرائيل واليهود. الحقنه الثانيه هي الاخوان المسلمين الارهابيين. ده فعل بريطانيا بشكل واضح. فبريطانيا بتتكلم على ان في ارهاب قطري. بريطانيا هي من صنعت ومن سطرت صفحات الارهاب الاولى. بريطانيا بتكتوي بنار الارهاب وستكتوي بنار الارهاب لانه بريطانيا هي التي رعت وما زالت ترعى هؤلاء المطلوبين العدالة الموجودين على أرض بريطانيا. مصر بتجدد بتطلب من بريطانيا دعوتها للسماح بعودة السياحة. صحيفة التلغراف البريطانية قالت أن الحكومة المصرية جددت دعوتها لبريطانيا لرفع الحظر على الرحلات إلى منتجع شرم الشيخ السياحي. صحيفة الصن البريطانية قالت البريطانيين يتحدون الحكومه من اجل زياره مصر. الناس عايزه تيجي مصر لكن الحكومه بتمنع لاسباب ربما تكون اسباب يعني سياسيه. وزير الماليه قال الحكومه لا تنوي تحريك اسعار الوقود السنه الماليه الحاليه. ده كلام على عهده وزير الماليه بعد ما صندوق النقد الدولي بيوصي مصر برفع اسعار الوقود مجددا قبل العام المالي المقبل، لكن وزير الماليه بينفي وبيؤكد انه لا تحريك لاسعار الوقود في السنه الماليه الحاليه حتى عكس كلام صندوق النقد الدولي. والحكومه زي ما قال احمد عماد بتستهدف خفض النمو السكاني 16 مليون نسمه حتى 2030 ودي الفجوه السكانيه، واذا لم ننتبه للازمه السكانيه لن يكون لنا مكان في الخارطه العالميه. واخيرا في نظام اجور جديد للعاملين في الدوله بيقضي على التشوهات الموجوده بين بعض الوزارات او بعض الهيئات، زي ما احنا نسمع يقول لك ايه شغل في البترول والجمارك وكذا وتاخد اسعار عاليه، شغل في الاتصالات هيبقى كله زي بعضه مع بعض الفوارق البسيطه، وده الاصلاح الاداري الموجود. وقت انتهى، اراكم غدا على خير.